أخبار الائتلاف الوطني السوري بعجالة، أهلا بكم. أشاد عضو الائتلاف الوطني السوري أيمن العاسمي بثبات دولة قطر وألمانيا على موقفيهما من تطبيع بعض الدول مع نظام الأسد والحل العادل في سوريا، وأشار العاسمي إلى أن الحل الأمثل في سوريا يبقى عبر مسار جنيف ومن خلال تطبيق القرارات الدولية. وقال العاسمي إن استمرار كل من أمريكا ودولة قطر والدول الأوروبية على مواقفها تجاه قضية الشعب السوري قد يحد من تسارع عمليات التطبيع وإعادة العلاقات من قبل بعض دول المنطقة مع نظام الأسد، وأضاف أن من شأن تلك المواقف الضغط على نظام الأسد وداعميه بدلا من شرعنته. أدان عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبد الباسط عبد اللطيف استمرار الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات بوادي الإرهابية بحق المدنيين العزل في مناطق سيطرتها، مدينا بأشد العبارات مقتل الشاب مهيدي حسين الخلف التي استشهد الثلاثاء تحت التعذيب في سجون تلك الميليشيات. وقال عبد اللطيف إن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات بوادي بحق المدنيين العزل تستدعي المحاسبة وعلى رأسها القتل تحت التعذيب. أكد منسق مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري سليم إدريس على أن ميليشيات حزب الله الإرهابية ارتكبت أفظع الجرائم ولا تزال بحق السوريين جميعا وليس فقط بحق أهالي أرياف منطقة القصير، وذلك ردا على تصريحات زعيم تلك الميليشيات حسن نصر الله الذي أقر خلال تسجيل مرئي بأن ميليشياته كانت وما زالت تحتل قرى وبلدات ومزارع المواطنين السوريين في منطقة القصير التابعة لمحافظة حمص وباقي المناطق السورية. وقال إدريس أن اللاجئين السوريين في لبنان ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى وطنهم عندما تتوفر الشروط الموضوعية وأقلها عدم تعرضهم للملاحقة من قبل شبيحة وأجهزة أمن وجيش النظام المجرم وحواجز حزب الله المنتشرة في أرياف القصير والقلمون والكثير من المناطق السورية. كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينية سورية بمناسبة الذكرى السنوية لنكبة الشعب الفلسطيني أن الفلسطينيين في دول اللجوء لم يكونوا بمنأى عن التهجير والتشريد عن مخيماتهم وتجمعاتهم، وأشارت المجموعة إلى أن غالبية المخيمات الفلسطينية في سوريا تعرضت للقصف ما أدى إلى تهجير أهلها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.